تا رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبي فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا تزود بالفضائل واغتنمها كفى ذنبا وإسرافا وغيا وقل يا رب قولها بينك وبين نفسك وقل يا ربي ها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا ذنوبا كنت آتيها مليا وأحسن منها كلام الله شهر رمضان شهر رمضان رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان